انا من نهار دخلت المدرسه عرفت ان حسبه يتبعني في القرايه. اول نهار في القسم مات المعلمه اللي سيفطوا لينا. النهار الثاني رابط المدرسه. تصور كيسيفطوا لنا معلم من الشمال للجنوب ما كيوصل حتى للدوره الثانيه. حنا راه نجحنا في التحضير بلا معلم، كان كيقرينا غير العساس تاع المدرسه. ومع ذلك كانت القرايه نيتو كان. تصور كاين الاحترام، كيدخل المعلم من القسم كلشي كيوقف. كلشي. وحتى اللي موقف مسكينه غير حيت كيطيح ليه سروالو من الخلع. كلشي كيوقف. الحاصل كتوقف تضرب راسك مع السقف. السقف بزاف ياك، المهم انت كتقرب للسقف. المعلمين مكرفسين مساكن. كتلقى معلم ولد تطوان وكيقري فين؟ في المحاميد الغزلان وسير قلب عليها فنجان. وكتلقى معلمه مراته بنت تازه وكتقري في الاربع صخور بين سطات وبن كري. لا. وبلادهم كتربيهم خالتهم في ايميتان وعلى ماشي العين ديال بصح اللي ضربهم مساكن. هذه عين صحيحه هاي. وكتلقى المعلم ما عرف ولادو ما عرف حتى سميتو وسميت مرتو ما عقل عليها اهلا السعديه ارجعوا لها السعديه مرت ما سميت ما السعديه راه سميت ما او ولادو ما عرف سميت او بالسيف ما يعرف سميتهم ما غيعرفهمش حيتاش نهار كيكون خدام كيتصلوا به الو مبروك رقم واحد الو مبروك رقم جوج الو مبروك رقم شحال لا رقم اربعه توما هذه المره والتلاميذ دابا من تلاميذ دابا باقي مع احتراماتنا كاين اللي جاب 16 في الباك بحالي انا في الكذاب الاخر راه جبت 16 مونتي في الواليد مع الاداره اش من كتلقى تلميذ ود الباك حافظ كاع اللعابه ديال الشامبيونز ليغ وكتبوا والله ما حافظهم كتقول لي اول واحد طلع على القمر كيقول لي كريستيانو رونالدو لا واه شاب مامي ها وكتسول ولد الباك ولد الباك ما يعرف يعطيك حتى جمله مفيده ولد الباك قال لك ذهبت الى المدرسه تاع هذه جمله هذه تعيا ما تصح عليا ودي راه ذهبت الى المدرسه ماشي ذهبت الى المدرسه حيتاش ذهب فعل مضارع مبني الضمير وترى الضمير المستتر الله يستر حيتاش ما عندك الضمير والى راه جر ومجر كاع البلاصه الزوينه كتقول لي يلاه تجر معايا يلا تجر للدار يلا تجر للجامع يلا والمدرسة ترى مفعول به مبني واخا ما عندنا شي مدرسة مبنية على حقها وطريقها ودابا مع هذا العجب باللي دخل للثانويات وهذا كتلقى ولد الثانوي تلميذ ما كيدخل للقسم تيضرب السيليسيون واش هذا تلميذ ولا شامبرير الحصول التعليم ديالنا راه هزوا الماء وضربوا حتى الضو اش من ضو ضربوا قربوا بعد الضو المدرسه فين قريت انا فيها بوله وحده وفين في الدار ديال المدير اللي وصل المدرسه الحصول هزوا الماء الماء ديال الواد ما طاحش الشتاء واحد القضيه ما تصوروا ما عرفت علاش البلان ديال المدرسه جديمه في الواد عمركم سمعتوا بشي مقاطعه ولا ضرب ضريبه هزها الواد ديما المدرسه باش تعرف التعليم راه ما كاين اللي بغاه وحتى كيدي الواد ما بغاو عاد كيجي سعادة المسؤول ايوا سعادة المسؤول في نظركم شنو هو الحل ديال هذا قد خصصنا ميزانيه قدروها ميزانيه قدروها 1900 وما عرفت بشحال من مليون درهم كم بلغ اولي لا 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 تحت اطار او مشروع ما يسمى تعليم السباحه للمعلمين كأزاه تعليم السباحه للمعلمين افضل وسيله للنهوض بالقطع اما المعلمين اللي ما كيعرفوش يعوموا فحنا دمجناهم في اطار مشروع شامبرير لكل معلم قال لك اودي قال لك اصلاح التعليم اصلحوا غير الطرقان فين كيدوز المعلمين ديالو كتلقى معلم الا باغي يقري مع 8 ديال الصباح خص يفيق مع الوحده يشد الكار الكار الطوبيس طوبيس ترونزيت طاكسي الكرويله البرويطه الكريسه واش هذا معلم ولا خمسه
قال لك تشجيع الفتاه القرويه على التمدرس، عليها دايرين ليها مدرسه على 12 كيلومتر ضرب الماراثون، هذا راه تشجيع الفتاه القرويه على التكرفس. هذا الحصول ما بقاش ذاك المثل ديال العلم نور والجهل عار. من هنا لقدام غادي تبدل، غتولي العلم اللور والجهل لقدام. سيريتي هنا